بسم الله الرحمن الرحيم. المهم كما كتشوفوا المشكل الكبير اللي عندنا هنا في وزان هو الارضيه ديال الملعب اللي ما عرفتش انايا اصلاح الدار تاع جنب الملعب، والاساس اللي باش نطوروا من الامكانيات ديال اللعابه هذه القاعده الكبيره اللي كاينه ديال وزان، يعني هي الارضيه ديال الملعب. وكنتمنى من الله ان المسؤولين ياخذوا هذا الشيء بعين الاعتبار. الطيران اللي التاسيس ديالو كان احسن الملاعب في المغرب، دابا وقيلا المدينه الوحيده اللي بقات في المغرب ما عندها لا ملعب معشوشه ولا بول. وكنتمنى من الله ان هذه الرساله توصل للمسؤولين باش هما عاوتاني يساعدونا في هذا الشيء، زائد ضعف الامكانيات اللي كيعاني منها الفريق. اللي عنده اربعه الفئات، فئات البراعم والفتيان والشبان والكبار اللي كتعدى 100 واحد، راه حنا راه المسائل الماديه راه حنا كنعانيو منها بواحد الشكل كبير. واش هذه هي الرساله اللي يمكن نوجهوا للمسؤولين في المدينه باش هما ياخذوا بعين الاعتبار الكره ولات عندها راه افاق جديده، وفي نفس الوقت راه هذه هي هذا الشيء المجتمع المدني اللي خصو يدعمنا ترجع للمكانه ديالها اللي كانت. راه حنا ما راضيينش على الوضعيه ديالها، ونتمنى من الله انها ترجع للمكانه ديالها اللي كانت. السلام عليكم.